小酒店。السلام عليكم اختي دوف، عرفتي ما بقى لي والو. ونودعوا المنزل الجميل، ونودعوا الدار في ان شاء الله. دابا تلاقيت مع واحد البلجيكيات وغادي كندورهم، دابا بغينا نقلبوا على شي قهوة. دابا بنادم هنا كي واش حتى ديك تخرجوا من هنايا عادي نمشي. بنادم كيتبرد ليا انايا. عرفتي بزاف باش لقيت ليهم ريستورون باش جلسوا فيها دابا مرتاحين. سولتني عرفتي قالت لي، قالت لي كيفاش كتقدروا تصوموا بلا شري؟ فهمت كيفاش؟ صيام مولفين مولفين، حنا بالصيام الحمد لله. بالعكس قلت لها حنا ملي كنصوموا كنفرحوا. عرفتي مسخراتني الوالده تاخذ دابا غادي مع واحد جوج بلجيكيات اللي شو حيت سولوني. هادشي علاش قلت لهم ماشي مشكل. المهم مشيت غندير معاهم ديك ابتسامه نيو داي وسولوني هادشي علاش مشيت عاونتهم. دابا راه طلعتهم عاد مشيت كنجري معاهم حتى الفوق باش نوريهم الكافي. هاد النهار عندي عامر ديال بصح قبل ما نمشيو، كما كنصور فشي اوراق وداكشي خاصنا نديرهم قبل ما نمشيو رجله جديده. يا ارنب اش شفت؟ انا شفت والله الا ميته هادي ولا لا حيه شي خونا غدير ارنب. هاد السوق اللي عمرني جبتكم ليها سميتها الهوته، ف كاينه في التحت ديال شفشاون. دابا داير مع الدري صاحبي نيت عندي عندنا هنايا شي اللعيبات كي دايرين هنا قليل اللي كيجيب لها الكوار وداك الشيء. الحمد لله واخيرا جاء الوقت الجميل والوقت السعادة الحقيقية. هاو الفطور ديالنا سيدي، بغيتي تشوفوا الطابلة؟ ها الطابلة سيدي. ها هي سيدي ميغان. كتقول لنا فينا هي ميغان، فينا هي ميغان، فينا هي ميغان. ها هي ميغان. Hey guys, how's it going? Missed you. كتصور مزيان ولا هكا؟ صافي صافي دوي. سو كما كتشوفوا ميغان راه دوزات شهر كامل في رمضان وحاول تصومتها هي ما امكن. I just tell him you spend one month here in Ramadan. So yeah. is this your first time? Yes. Before I came here actually I didn't know about Ramadan. I didn't know anything about it. So this month has been a lot of learning for me. And I'm learning that the way of life here is much different in Ramadan and that it's very peaceful and quiet and yeah. I like it. It's nice. It's a change, but it's been a good month. So you try to make Ramadan to fast? Yes, I try. So tell us your experience. So I did try this. I tried it a couple of times and it was difficult for me and it made me realize how strong all of you guys are who do it out there. Yeah. Because it was not so easy. I was only thinking about water and then I ended up drinking some. And it was very difficult for me. So if you're doing this, then I really respect you because it's difficult and it takes a lot of strength. Yeah. So how do you what do you say for people who are missing you? Because you have a long time and people say me, we want to show Megan. And what do you tell them? Thank you for all the love. You guys are awesome. And
hopefully I'll be with Ayub more and more, so yeah, we can make more videos and go on adventures together. Yeah, inshallah. Yeah. So كما كتشوفوا انا سيدي كما قلتو بغيتو ميغان هيا عاودت لكم على التجربة ديالها وكما قالت لكم كتشكركم بزاف لان فعلا وبغيت تقول لكم زعما يعني رمضان ما عرفتش كيفاش الناس كيصوموا كيفاش كيقدروا النهار كامل وكيقدروا بلا ما يشربوا بلا ما يديروا يعني قالت لك هذا مجهود كبير كيديروه المسلمين وفعلا كيتجسوا عليهم وخاصهم فعلا بارطاجيو هذه الافكار ديالنا وهادشي مع العالم العالمين سلام عليكم شكرا بزاف نسالي هذا الفيديو نيت هنايا يلا خوتي غنقول لكم شكرا بزاف اللي تبعتوا معايا هذا الفيديو كان فيه شويه كان قاصر شويه ولكن الحمد لله حسنينا مع ميغان تلاقينا معها حاولنا حيت شحال هذه ما تلاقيت معها بالدار شي اش نقول لكم باي باي سبسكرايب بيكوز سم بيبل ا لوت اوف بيبل واتشين ماي بلوج بات دي دونت دو سبسكرايب 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 بس سبسكرايب الله